أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا هاجرت إلى هذه البلاد المباركة للإقامة والعمل بنية الفرار بديني من الفتن وهجرة من أجل الدين ولله الحمد، وسؤالي يا صاحب الفضيلة: هل أكون آثما إن رجعت إلى بلدي مؤقتا لمدة أسبوع أو أقل أو أكثر لزيارة أقاربي وصلة أرحامي؟ لست آثما في هذا، بل تؤجر على هذا. إذا كان قصدك الدعوة إلى الله وصلة أرحامك وبر والديك، تؤجر على هذا إن شاء الله. نعم.